صباحات الخير المشرقة لكم مشاهدي الكرام اينما كنتم، وما زلنا معكم ايضا في هذا التطواف الصباحي من برنامج قهوة الصباح. والحديث القادم سيكون ان شاء الله تعالى عن منصة البحوث للذكاء الاصطناعي بجامعة سلطان قابوس. سنتعرف بتفاصيل اكبر ان شاء الله تعالى حول هذه المنصة، ابرز الخدمات التي تقدمها، الباحثين والباحثات كيف ممكن الاستفادة من هذه المنصة وغيرها من التفاصيل، بوجود الدكتور خالد بن حميد الرصادي مدير مركز البحوث الطبية بجامعة سلطان قابوس. مرحبا بك استاذ الدكتور، سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح الخير. صباح النور والعافية، ودائما اتشرف يعني بوجودي في هذه البرنامج اللي اكثر من رائع. اهلا وسهلا فيك مرة ثانية دكتور. دكتور اليوم موضوعنا ان شاء الله يعتبر موضوع جدا مهم، فقبل الحديث عن هذه المنصة خلينا نعرف المشاهد الكريم ماذا نقصد بالذكاء الاصطناعي. نعم، طبعا الذكاء الاصطناعي هو حاجة موجودة وصلنا نعايشها في حياتنا اليومية، لكن الذكاء الاصطناعي بسبب تطوره في طبعا سرعة التحليل يعني صار طبعا يحاكي قدرة الإنسان. طبعا قدرة الإنسان محدودة في التحليل في التخزين في هذا، فهي أشياء أنها يعني تجميع اللي هي البيانات الضخمة وتحليلها بشكل منطقي، يعني بحيث انه يسهل للإنسان حياته سواء الاجتماعية او العملية. جميل. طيب دكتور خلينا نتكلم الآن عن منصة البحوث وتنشيطكم ايضا لهذه المنصة، يعني أن تخصص وتدشن منصة تعنى تحديدا بالبحوث والذكاء الاصطناعي وما شابه، من وجهة نظرك الشخصية أيضا ما الأهمية التي تتأتى من خلال ذلك؟ نعم، جزاك الله خير أستاذ صالح. يعني بالنسبة أستاذ سيف، يعني بالنسبة أنا طبعا قبل أن أبدأ أتكلم عن المنصة، طبعا حبيت أني أشيد بدور وزارة الصحة، طبعا دورها الريادي في استخدام سواء التكنولوجيا أو استخدام حتى الذكاء الاصطناعي طبعا في جودة الرعاية الصحية في سلطنة عمان. فهذا شفناه واضح حتى في الوباء، يعني الكوفيد 19 استخدام الترصد واستخدام التقنيات اللي هي لمتابعة المرضى وتحليل البيانات وهذا. صحيح. وأذكر على سبيل المثال نفس الشيء وليس على سبيل الحصر، أن وزارة الصحة قامت أيضا بتدشين برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهذه كلها ما شاء الله الحمد لله يعني مبادرات موجودة وتشكر عليها وزارة الصحة. فبدورنا يعني كمركز للبحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس حبينا ندعم هذه الجهود وخاصة من ناحية البحوث. طبعا هذه البرامج يعني بتدعم استراتيجية جامعة السلطان قابوس في التصنيف طبعا المحلي او العالمي، وكذلك تصنيف سلطنة عمان في جودة الرعاية الصحية، وتواكب طبعا رؤية عمان 2040. طبعا تم امس تدشين الخطة الوطنية للاقتصاد الرقمي، ومن ضمن هذه الخطة الوطنية هي طبعا اللي هو استخدامات الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي طبعا استخداماته في المجال الصحي متعددة، أولا من ناحية طبعا التنبؤ المبكر بالأمراض الوبائية وغير الوبائية. فلاحظنا مثل كوفيد 19 هذا مثل وباء كان ممكن التنبؤ به بواسطة الذكاء الاصطناعي مبكر وعمل حلول طبعا لتفادي هذا شيء. الشيء الآخر نفس الشيء، الحين صار الذكاء الاصطناعي يقصر فترة اختراع الأدوية. شفنا الفاكسين مثلا بس خلال سنة سنتين نزل الفاكسين، سابقا هذه الأدوية تأخذ 10 سنوات لإنتاجها. فإيش صار الذكاء الاصطناعي يحلل لك ملايين من المركبات الكيميائية ويشوف أفضل واحد فيها للاستخدام، فصار يقصر هذه الفترة الزمنية. فصار طبعا هذه تعتبر ثورة صناعية. بالضبط. فإن شاء الله بإذن الله إحنا يعني في مركز البحوث وقعنا الاتفاق مع شركة رائدة عمانية يعني بأيدي عمانية للذكاء الاصطناعي لمحاولة مساعدة الباحثين سواء الأطباء أو العاملين في المجالات الصحية، أولا
نشوف ايش البحوث اللي هي ترتكز على الذكاء الاصطناعي وتطويرها. في المقابل ان شاء الله يمكن بنخرج ببراءات اختراع او بمنشورات علميه من جانبها يعني ترتقي طبعا بالنظام الصحي. نعم، يعني انت تتحدث دكتور عن يعني حاجه بالفعل يمكن اصبحت ما نقول تسيطر على العالم، ولكن حتى مواقع التواصل الاجتماعي لما انت تبحث عن منتج معين سبحان الله تشوفه في كل دقيقه يطلع لك نفس المنتج. نعم. يعني الذكاء الاصطناعي صار ينظم كل حاجه في نعم. حياتنا. نعم. طيب هنا انا اسالك، يعني تتيح هذه الادوات ايضا المتاحه في التكنولوجيا امكانيه الوصول ل الطلاب وأيضا للباحثين، أهمية هذا الذكاء الاصطناعي أي الآن في التعليم وحتى في مجال الطب؟ نعم طبعا مجال التعليم الطبي واسع نفس الشيء. نعم. والذكاء الاصطناعي يعني الفائدة منه حتى الطلبة حتى قبل التحاقهم بالكليات أو بالجامعات، وهذا فتصنيف هذه للطلبة اللي هي المخرجات مثلا هذا، فكل هذا طبعا الذكاء الاصطناعي بكل سهوله بسبب البيانات الضخمه هذه المدرجه سواء من التعليم العالي او من وزاره التربيه والتعليم ممكن يحللها بسهوله، وحتى يعطي الشخص تصنيفات يعني وين اسهل له، يعني هل هذا مثلا التخصص بالنسبه لك مثلا بالنسبة للوضع الاقتصادي مثلا للبلد أو توفر مثلا الوظائف مثلا أو التكنولوجيا مثلا، فكل هذه المعطيات يحللها حسب شخصيتك أنت. فطبعا الذكاء الاصطناعي احنا لازم نتكلم عنه نفس الشيء من ناحية الرفد طبعا الاقتصاد الدولة، فما أدري إذا حابين نتطرق إلى هذا الموضوع أو سنتطرق إن شاء الله تعالى في قادم الوقت، ولكن قبل ذلك عودا إلى هذه المنصة دعنا نوضح للمشاهد الكريم هذه المنصة التي تم تدشينها من قبلكم طبعا، ما هي أبرز الخدمات الآن التي ستقدمها للطلبة للطالبات للأكاديميين وكذلك أيضا لكل من هو معني أساسا بمجال البحث العلمي والذكاء الاصطناعي؟ ممتاز، فإحنا عندنا مثل منصة جاهزة للذكاء الاصطناعي، فمثلا خلينا نقول أي باحث مثلا في أي مجالات في مجال مثلا الأمراض الوبائية أو الأمراض غير الوبائية حتى الأمراض الشائعة أو غير الشائعة، في أمراض تماما بالمجال الطبي في المجال الصحي نعم، لكن اللي هي كل تطبيقات يعني مش شرط يعني العلاجات مثلا التشخيصات التنبؤات التصنيف الأمراض، يعني الحين مثلا صار عندنا بعض الأدوية مثلا اللي هي المكلفة أو صار عندنا بعض التشخيصات المكلفة، فالقصد إذا قدرنا أننا نتنبأ مثلا في عمان باستخدام مثلا البيانات سواء من وزارة الصحة في نظام الشفاء مثلا أو جامعة السلطان قابوس أو الجامعات أو المؤسسات الصحية الأخرى، كل هذه البيانات تصب مثلا في مكان واحد ومن ثم تضيف إليها البيانات الأخرى، البيانات الجينية مثلا للشخص مثلا والبيانات مثلا اللي هي السلوكية يعني طبيعة الأكل طبيعة الرياضة. عن قاعدة بيانات تكون متوفرة داخل نطاق هذه المنصة؟ لا هي طبعا هو صعب، هو حاليا طبعا إنه ما سهل إنك تربط هذه هذا، لكن هذا هو المستقبل، هذا اللي محتاجينه، لكن احنا بنسويها من ناحية بحثية إن بعض المعلومات التي ممكن إني يجمعها لاستخدامها للبحوث وكيف إن هذه البحوث لما تطلع مثلا تفيد الشخص، يعني مثلا في عمان مثلا إذا وزارة الصحة مثلا حطينا مثلا ميزانية معينة لعلاج الأمراض مثلا النادرة وهذه الأمراض النادرة مثلا مكلفة من ناحية التشخيص ومن ناحية الأدوية، فمثلا نريد نعرف مثلا لهذه السنة أو قادم السنوات كم من يعني اللي بيتولدوا عندهم هذه الأمراض مثلا، فأنت ممكن تتنبأ مستقبل يعني مسبقا بالبيانات الموجودة، تكون عندك إحصائيات أرقام بيانات وما هكذا، فقط تضيف إليها أشياء جديدة مثل ما أقول لك الفحوصات الجينية أو مثلا الفحوصات ما قبل الزواج أو الفحوصات اللي هي عند الأطفال المبكرة، فكل هذه المعلومات تعطيك
يعني بيانات، على أساس هذه البيانات أنت ممكن تعمل يعني جدولة لأي الأمراض اللي بتركز عليها، أو أي الأمراض القادمة هي اللي بتكون اللي بتاخذ يعني من ميزانيتك فتركز عليها، أو أنك تحط خطط لها. جميل، حوارك جدا رائع حول هذا الموضوع، وكان ودنا نكمل بالفعل ونتحدث أكثر عن موضوع الذكاء الاصطناعي، ولكن للأسف الشديد وصلنا الآن بمعنى إلى الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. شكرا لك الدكتور خالد بن حميد الرصادي، مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس، كل التوفيق لكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا دكتور، حديث ممتع وشائق حقيقة بمعية الدكتور. مشاهدي الكرام، ونحن وصلنا بكم الآن إلى ختام برنامج قهوة الصباح لهذا اليوم ولهذا الأسبوع. دائما وأبدا نتمنى لكم كل الأوقات الهانية، وبما أنه بكرة خلاص يوم إجازة فنتمنى للجميع إن شاء الله تعالى إجازة نهاية أسبوع جدا موفقة وجميلة تقضونها برفقة من تحبون، وفي أمان الله. إذن مشاهدين الأحباء، نتمنى أنكم استمتعتوا من خلال محطات وفقرات حلقة اليوم، والتقانا بإذن الله سيتجدد الأسبوع المقبل. إجازة ممتعة ولطيفة، إلى اللقاء.